احنا شاركنا فيها كتير، ولا مرة حققنا فيها يعني مكانة معينة. ما وصل ما خدناش، لا ما وصلناش توب 5 حتى ولا توب 10. فاللي هو اتس ساد يعني. فانا بحاول اعمل اللي عليا، ان انا يعني احاول ان شاء الله السنه دي اعمل حاجه يعني. بس طب مستقبلا اعرض عليكي مثلا انك تكوني موجوده في اي فيلم سينما او مسلسل دراما مثلا؟ ليه لا يعني، هو اكيد اللي هيعرض ده هيعرض for a reason يعني. ممكن يشوف انا لايقه للدور، لايقه على اللي انا كنت فيه كميس ايجيبت، هادي رساله معينه. ف ليه لا. مين اشطر ميس ايجيبت مثلا؟ داليا البحيري طبعا. انا بحب داليا البحيري قوي. طيب بما اننا اتكلمنا عن داليا البحيري بقى، عايز نعرف مين من الممثلين انت مصريين اولاد مصريين البنات؟ مين الكراش بتاعك؟ الكراش بتاعي بتاعك في الممثلين اوكي. بصراحه ما بعدش. هم كتير جدا يعني. يعني مش هقدر اقول ان في واحد بس هو الكراش بتاعي عشان هم كتير. لا مثلا كان مين في وقت معين، وبعد وقت معين بقى مين، وبعد وقت معين كنا شويه بقى مين مش هو طبعا الناس كلها بتكراش على رشدي اباظه يعني، ده كده كده. احمد زكي لا لازم يعني. بس يعني طب ودلوقتي؟ دلوقتي يعني كل الناس بتحب آسر ياسين، فانا بحبه جدا. هو بني ادم ديسنت قوي. اكتر بني ادم ديسنت بجد، بحب اتعامله مع الناس قوي. اختار الصمت. ايه اختار الصمت يعني؟ مش شرط. لا مش شرط والله. مش شرط. طب مين من الممثلين البنات ريسنتلي يعني بحب اتفرج على هدى المفتي، بتعمل ادوار حلوه قوي. جميله عوض، كيوت قوي، بحبها. يعني الناس اللي طالعه جديد دي بحبها جدا. شجعي جيلك قوي. ايه طبعا لازم اشجع جيلي. طب وما ننساش احمد مالك يا جماعه، بجد الشابو اللي هو بيعمله اليومين دول يعني، برضه هيز وان اوف ماي كراشز. انا بكتب السوشيال ميديا بتحبيها ولا؟ طبعا. مين مش بيحب السوشيال ميديا؟